المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإرتية، أستهلها بالعناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. جهود لتطوير خدمات طب الأسنان في تسني. تنظيم أسبوع طلاب المدارس الفنية في ساوة. ارتفاع أسعار النفط وهبوط الروبل الروسي إلى مستوى قياسي. إجلاء عشرات الآلاف من السكان جراء الفيضانات في أستراليا. وزلزال بقوة 5.8 من 10 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلي. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإغليب الأوسط قد أظهرت إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض واحد من الإغليب الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9701، شفي منهم 9594، وتوفي 103 من المرضى، فيما لا يزال 4 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 28 من فبراير 2022. أفادت مسؤولة طب الأسنان في مستشفى تسني الدكتور دستا تسفى مريم بتوسع الخدمات بإدخال المعدات الجديدة وتنظيف أو توظيف الكادر البشري. وأوضحت أن خدمات الأسنان التي كانت مقتصرة فقط على إزالة الأسنان التالفة توسعت حاليا في التنظيف وعلاج اللثة والفم عموما. وقالت إن عدم تنظيف الأسنان جيدا والتدخين والتبغ والمشروبات الروحية والأغذية السكرية من أهم أسباب أمراض الأسنان، ودعت المواطنين للاهتمام بالطب الحديث لأن التداوي بالطب الشعبي للأسنان يؤدي إلى تلفها والتهابات خطيرة في الفك واللثة. وأعرب السكان عن ارتياحهم للحصول على خدمات طب الأسنان عن قرب. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوة الأسبوع التعليمي الثقافي الذي استمر لشهرين لطلاب المدارس الفنية أعضاء الدفعة 34 تحت شعار شباب واع في مرحلة هامة. وقال مسؤول الاتحاد في مركز التدريب المهني في ساوة الشاب حسن محمد نور في مراسم اختتام الأسبوع يومي 26 و27 من فبراير إن الأسبوع اشتمل على مناشط تعليمية وفنية، مشيرا إلى تضمنه للمعلومات العامة والنقاش والخطابة والموضة والتمثيل والألعاب التراثية والحديثة. وأوضح أن الأسبوع التعليمي الثقافي هدف لتعرف الشباب على هواياتهم أثناء الترفيه والتعليم وتبادل التجارب فيما بينهم. وذكر نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسكا سامييل في ختام الأسبوع أهمية الأسبوع لنقل قيم النضال، داعيا الطلاب للعمل لتطوير قدراتهم في مختلف المجالات. وقدمت في الختام الجوائز للفائزين في المسابقات على مستوى الوحدات والأفراد. أفاد مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر في التقييم الذي أجراه تنفيذ أعمال بناء لتطوير الخدمات الصحية وسد النواقص. أوضح مسؤول المكتب السيد محمد أنور في التقييم الذي حضره وزيرة الصحة أمينة نور حسين وحاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي ارتقاء الخدمات الصحية كما ونوعا عام 2021 بفضل التطور في القدرات البشرية والمعدات، خاصة بإدخال معدات حديثة للتحاليل والأشعة والتعقيم والتخدير وخدمات العلاج الطبيعي. وذكر القيام بتوفير لوازم خدمات التطعيم على مستوى الإقليم والمديريات وارتفاع نسب التطعيم وتقديم فيتامين ألف. وأشار إلى تنفيذ 87% من البرنامج الموضوع لإصحاح البيئة واستخدام المراحيض بزيادة بلغت 16% عام 2021. وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لمكافحة العادات الضارة عامة وختان الإناث وزواج القاصرات خاصة والاهتمام بمرض اليرقان.
وقالت وزيرة الصحة أمينة نور حسين إن أعمال مرضية قد نفذت في إقليم جنوب البحر الأحمر وضعا بالاعتبار لسعة الإقليم وانتشار القرى وقلة الموارد، موضحة بأن تأمين صحة المجتمع يأتي بالجهد والعمل المتواصل، وشرحت برامج هذه السنة. من جانبها أوضح حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي إن برامج التطور والازدهار ترتكز على صحة المجتمع، مؤكدا تقديم إدارة الإقليم كل التعاون اللازم لتحقيق ذلك. وقدمت في المناسبة الجوائز التقديرية للعيادات التي نفذت أعمال ناجحة السنة الماضية لمكافحة مرض الإيدز والتوعية الصحية. ذكر مسؤول مكتب الزراعة في مديرية قلعه السيد يوسف حسين تطور تنمية البساتين في ضاحية عنديلي، وأوضح رغم وجود أراض زراعية محدودة في المديرية فإن المزارعين ينتجون مختلف أنواع الخضروات والفواكه مستفيدين من المياه الجارية في المنطقة. وقال المزارع إبراهيم إسماعيل إن الدعم في الأدوات والإرشاد الزراعي ساعدهم على مزاولة النشاط الزراعي ورفع إنتاجيتهم. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. صعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية بفعل تصاعد المخاوف الجيوسياسية والأمنية في شرق أوروبا من الصراع بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب، وتم فرض عقوبات إضافية شملت البنك المركزي الروسي وإزالة بعض المقرضين في البلاد من نظام المدفوعات العالمي سويفت وعقوبات اقتصادية أخرى. وتشمل العقوبات التي تبنتها دول أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف وعشرات المصارف والمؤسسات المالية. وهوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار بعد إعلان فرض العقوبات. وأعلن البنك المركزي الروسي عن سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية في الوقت الذي سارع فيه لاحتواء تداعيات العقوبات التي ستمنع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت المالي العالمي. وقال البنك المركزي إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويطلق مزادا لعملية إعادة شراء بلا حدود ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك. بلغت حصيلة الفيضانات 8 قتلى، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة متوقعة ستؤدي إلى فيضانات مفاجئة من المحتمل أن تحصد أرواحا في جزء كبير من المنطقة الساحلية على المحيط الهادئ. وبعد انهيار سدود المدينة أمرت السلطات 43,000 من السكان بإخلاء المنطقة على الفور. ومع انهماك خدمات الطوارئ بورود اتصالات لا تحصى ولا تعد، لجأ بعض السكان بينهم رئيس بلدية تاليسمور ستيف كريغ إلى شبكات التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة. وأعلنت خدمات الطوارئ أنها خصصت مروحية لانتشال أشخاص آخرين من أسطح منازلهم، وصدرت أوامر لملايين الأشخاص بلزوم منازلهم، وأغلق ما يقرب من 1,000 مدرسة في جميع أنحاء ولاية كوينزلاند. قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية بقوة 5.8 من 10 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة بيوبيو البحرية في تشيلي. أضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. ومنذ أيام عرض مقطع فيديو يرصد قيام أسماك السردين بغزو شواطئ إحدى مناطق تشيلي، وأوضح الفيديو أن أمواج البحر جرفت الآلاف من الأسماك أسماك السردين النافقة إلى شاطئ توما بيكوليومو في منطقة بيوبيو في تشيلي. واستدعى الأمر حضور مسؤولي البيئة من أجل التحقيق في جودة المياه في المنطقة التي تقع أمام شبه جزيرة كوليومو.
انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2021 في مركز برشلونة للمؤتمرات والمعارض في إسبانيا، ويعد المؤتمر أحد الأحداث السنوية الهامة في صناعة الاتصالات، وكان قد جذب في عام 2019 أكثر من 2000 شركة وحوالي 110 ألاف زائر. وقد كافح المعرض التجاري للاتصالات في السنوات الأخيرة، وقد ألغي المؤتمر بالكامل في فبراير 2020 في أعقاب تفشي وباء كوفيد-19 في أوروبا. وفي حين تم تأجيل نسخة عام 2021 إلى الصيف، لا يزال هناك حضور حي للحدث بسبب الوباء الذي انخفض بشكل كبير مقارنة بسنوات ما قبل الوباء. وكما هو الحال مع 2021، يتم تقديم مؤتمر هذا العام كعرض هجين مع كل من جلسات البث المباشر والبث المتاحة. وتوقع حضور أكثر من 1800 عارض وعارضة من 183 دولة في حدث هذا العام. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار هذا المساء، أعود فأذكر بعناوينها. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. جهود لتطوير خدمات طب الأسنان في تسني. تنظيم أسبوع طلاب المدارس الفنية في ساوة. ارتفاع أسعار النفط وهبوط الروبل الروسي إلى مستوى قياسي. إجلاء عشرات الآلاف من السكان جراء الفيضانات في أستراليا. وزلزال بقوة 5.8 من 10 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإثرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.